أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم للصف الثاني ثانوي، الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع الدرس نظرية ذات الحدين، الجزء الأول. إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان. أولاً، استعمال مثلث باسكال في إيجاد معاملات مفكوك A زائدا B أس N، وأيضا راح نتعلم استعمال نظرية ذات الحدين في إيجاد مفكوك A زائدا B أس N. في البداية راح نتعرف على شكل مثلث باسكال، راح نتعرف على كيفية استعمال مثلث باسكال. لاحظ هنا، يمكن استعمال مثلث باسكال لإيجاد معاملات مفكوك A زائد B أس N. إذن رح نبدأ الآن، A زائد B أس صفر وتساوي لواحد. إذن هنا أول قيمة في مثلث باسكال A زائد B أس واحد. إذن رح نبدأ نقول A، وهنا نكتب B، إذن يصير A زائد B. A زائد B أس اثنين. إذن رح نبدأ الآن، A تربيع زائد 2A، وهنا راح تختفي الـ A. لو جينا بالعكس حنكتب هنا الـ B تربيع زائد B، وهنا الـ B الصفر بواحد وراح تختفي الـ B، وراح تصير المفكوك كالتالي: A تربيع زائد 2AB زائد B تربيع. ولو جينا وأخذنا أس ثلاثة راح نبدأها كالتالي: A أس ثلاثة، وهنا راح يكون الـ A تربيع، وهنا راح يكون الـ A أس واحد، وفي الأخير الـ A بيختفي. ولو نجي للـ B راح يكون الـ B بالعكس، هنا الـ B أس ثلاثة، وهنا الـ B تربيع، وهنا الـ B أس واحد، وفي الأخير هنا الـ B راح تختفي، والمعاملات واحد ثلاثة ثلاثة واحد. إذا راح يكون المفهوم كالتالي: A أس 3 زائد 3A تربيع B زائد 3AB تربيع زائدا B أس 3. ولو جينا الآن إلى المفكوك الرابع، لاحظ معي كيف راح يكون. راح نبدأ هنا A أس 4، بعد كذا راح تتناقص A أس 3 A تربيع A أس 1، وهنا الـ A بتختفي. الـ B بالعكس، هنا B أس 4 B أس 3، هنا هنكتب B تربيع، وهنا B 1، وهنا الـ B راح تختفي، والمعاملات 1 4 6 4 و1. طب لو واحد جاء سألني كيف جت الأربعة؟ راح أقول له الأربعة جات 1 زائد 3 في 4، طب الستة 3 زائد 3 في 6، والأخير المعامل الرابع 3 زائد 1 يعطيني المعامل الرابع هنا بأربعة. طيب لو جينا الـ A زائدا B أس خمسة، إذا راح نبدأ هنا A أس خمسة، A أس أربعة، A أس ثلاثة، A تربيع، وهنا الـ A أس واحد، وفي الأخير الـ A تختفي. بعد كذا الـ B أس خمسة، B أس أربعة، B أس ثلاثة، B تربيع، B أس واحد، والB أس صفر بواحد. إذن هنا الB أيضاً بتختفي. المعاملات 1 5 10 10 5 و1. طب كيف جاءت هنا المعاملات؟ 1 زائد 4 بخمسة، 4 زائد 6 بعشرة، 6 زائد 4 بعشرة، 4 زائد 1 بخمسة. المثال يقول: استعمل مثلث باسكال لإيجاد مفكوك A زائد B أس 6. الآن كخطوة أولى لازم أنا أجيب معاملات لما تكون الأس بستة. إذا نبدأ الآن، هنا 1 2 3 وهذه 4 و5 و6. إذا المعاملات اللي راح أستعملها 1 6 15 20 15 6 و1. إذن هذه هي المعاملات اللي راح تساعدني في الحل.
نبدأ الآن نكتب الأول. الأول حتكون A راح تبدأ بستة، المعامل عندي الأول بواحد، والبي الصفر بتروح إذا فقط راح يكون A الستة. المعامل الثاني ستة، الA تبدأ تتناقص إلى A أس خمسة والبي أس واحد. بعد كده المعامل 15، الA تناقصت إلى A أس أربعة والبي بتزيد إلى بي أس اثنين. المعامل بعشرين، الA تناقصت إلى A أس ثلاثة والبي تزيد بي أس ثلاثة. 15، A تربيع بي أس أربعة. ما قبل الأخير ستة، A بي أس خمسة. والمعامل الأخير راح يكون بواحد، والبي أس ستة والA أس صفر راح تروح عندها بواحد، إذا راح يبقى عندي في الحد الأخير ببي أس ستة. تدريب: استعمل مثلث باسكال لإيجاد مفكوك A زائد B أس ثمانية. إذا لاحظ هنا هذا مثلث باسكال، في البداية الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا المعاملات راح تكون كالتالي: واحد ثمانية ثمانية وعشرين ستة وخمسين سبعين، ستة وخمسين ثمانية وعشرين ثمانية وواحد. إذا البداية راح تكون بA أس ثمانية، وفي الأخير الA راح تختفي تماما لأنه الA راح تكون أس صفر وتكون بواحد. أيضا البي في البداية راح تكون بي أس صفر، وفي النهاية راح تكون بي أس ثمانية. إذا نبدأ الآن كالحل التالي: A أس ثمانية والمعامل بواحد والبي أس صفر بواحد، راح يكون الحد الأول A أس ثمانية زائد المعامل الثاني بثمانية، والA راح تتناقص إلى A أس سبعة وبي أس واحد بالبي. المعامل اللي بعده 28، لاحظ هنا الA بدأت بعملية تناقص، أصبحت A أس 6 والB بتزيد بمقدار 1، إذا B تربيع زائد 56 A أس 5 B أس 3 زائد 70 A أس 4 B أس 4 زائد 56 A أس 3 B أس 5. الA تبدأ تتناقص إلى أن تصل A أس صفر وتكون بواحد. 28، A تربيع B أس ستة، ولاحظ أيضا هنا الستة بتزيد بمقدار واحد إلى أن تصل الحد الأخير ببي أس ثمانية. الآن المعامل ما قبل الأخير هنا ثمانية، A أس واحد والبي راح تزيد وتصير بي أس سبعة. في الأخير المعامل بواحد، والA أس صفر بواحد، والB أس ثمانية. وكذا يكون أوجدنا هذا المفكوك باستعمال مثلث باسكال. الآن نبدأ معاكم الفكرة الجديدة في درسنا لهذا اليوم، وهي التوافيق. يرمز إلى عدد التوافيق N من العناصر المختلفة مأخوذة R عنصرا في كل مرة بالرمز إن توافيق الآر، حيث إن توافيق الآر تساوي إن مضروب على آر مضروب في إن ناقص الآر مضروب. طيب لما ندرس الآن خواص التوافيق، إن توافيق الإن يساوي إن توافيق الصفر وكلها راح تساوي بواحد، سبعة توافيق السبعة، وأيضا سبعة توافيق الصفر راح تساوي بواحد. شوف معايا أيضا من خواص التوافيق، إن توافيق الواحد تساوي إن توافيق إن ناقص الواحد وتساوي إن. فبنوضحها بمثال: تسعة توافيق الواحد راح تساوي تسعة توافيق، نقص الآن تسعة ناقص واحد ثمانية، إذا تسعة توافيق الثمانية تساوي واحد. الآن بنتعلم كيف نستعملها
باستخدام الآلة الحاسبة. لاحظ هنا هذه الآلة الحاسبة أمامي، راح نقول N shift. رمز التوافق راح يكون عند علامة القسمة، إذا راح نضغط shift وعلامة القسمة عشان يظهر لي رمز التوافق. بعد كذا نعوض ب R ويساوي. لاحظ معي المثال 12 توافق الثمانية، إذا راح نكتب في البداية 12، بعد كذا shift علامة القسمة عشان يظهر لي رمز التوافق، بعد كذا نعوض بقيمة الR هنا وهي الثمانية، وبالأخير نضغط زر يساوي ويطلع عندي الجواب ب 495. الآن نبدأ بالفكرة الجديدة في درسنا لهذا اليوم، وهي نظرية ذات الحدين. تنص هذه النظرية أنه إذا كان N عددا طبيعيا فإن مفكوك A زائد B أس N راح يكون كالتالي: مجموع الK تبدأ من صفر وتنتهي ب N، N توافق الK، A أس N ناقص K، B أس K. لاحظ الآن إن توافيق الك راح تكون كالتالي: إن مضروب على ك مضروب في إن ناقصا ك مضروب في A أس إن ناقصا ك B أس ك. راح نبدأ الآن في إيجاد الحد الأول، وراح يكون كالتالي: نبدأ نعوض بصفر لأنه عندي البداية بصفر إلى إن، إذا إن توافيق الصفر B الصفر، أما الـ A راح تكون N ناقصا صفر وراح تكون بـ N. الحد الثاني راح نبدأ بالتعويض بواحد، إذا N توافيق الواحد A أس N ناقصا واحد B أس واحد. الحد الثالث N توافيق الاثنين A أس N ناقصا اثنين B أس اثنين، إلى أن نصل إلى الحد ما قبل الأخير، وراح نقول N توافيق N ناقصا واحد A أس واحد B أس N ناقصا واحد. والحد الأخير راح يكون كالتالي: N توافيق ال N A N ناقصا N، إذا A أس صفر والB راح تكون أس N. نقوم الآن بعملية التبسيط. لاحظ هنا N توافيق الصفر راح تكون بواحد، وبي الصفر بواحد، إذا راح يبقى في الحد الأول A أس N. الحد الثاني إن توافيق الواحد وإن توافيق الواحد راح تساوي بواحد، وبي أس واحد راح تنزل زي ما هي، والA أس N ناقصا واحد زائد إن توافيق الاثنين A أس N ناقصا اثنين بي أس اثنين، إلى أن نصل لو تلاحظ هنا في الحد الأخير B أس N. في مفكوك ذات الحدين راح يكون عندي عدة من الخواص، وهي كالتالي: عدد الحدود يساوي N زائدا واحد، أس A في الحد الأول هو N، وأس B في الحد الأخير أيضا راح يكون N. يقل أس A بمقدار واحد، لاحظ هنا يبدأ يقل اس اي بمقدار واحد، ولكن اس بي راح يزيد بمقدار واحد. مجموع اسي اي وبي في اي حد راح يساوي ان. المعاملات في المفكوك متماثلة. واخيرا اذا كانت الاشارة بين الاي والبي سالبة فان الحدود ذات الرتب الفردية موجبة، وذات الرتب الزوجية راح تكون سالبة. نبدأ الآن بالمثال الأول: أوجد مفكوك A زائد B أس 4 باستخدام نظرية ذات الحدين. إذا راح نبدأ الآن نقول: مجموع الK راح تبدأ من صفر إلى 4، 4 توافيق الK، A أس 4 ناقصا K B أس K. نبدأ الآن نعوض بالصفر إلى الأربعة، إذا نبدأ الآن 4 توافيق الصفر A
4 ناقص 0 اذا a اس 4 وهنا b اس 0 زائد 4 توافيق الواحد a 4 ناقص 1 اذا هنا a اس 3 وهنا b اس 1 بتكون ب b زائد 4 توافيق الاثنين a اس 4 ناقص الاثنين اذا a تربيع والبي راح تكون اس 2 زائد 4 توافيق الثلاثة A أس 4 ناقص 3 إذا A والB أس 3 زائد 4 توافيق الأربعة A أس 4 ناقص الأربعة إذا A أس 0 وB أس 4 انبسط الآن 4 توافيق الصفر بواحد B أس 0 بواحد إذا راح يبقى فقط في الحد الأول A أس 4 4 توافيق الواحد إذا راح تكون مضروب الأربعة على واحد مضروب في ثلاثة مضروب وراح تبدأ تنزل A أس 3 في أس 1 4 توافيق الاثنين إذا 4 مضروب على 2 مضروب وهنا راح تكون 4 ناقص 2 ب 2 إذا هنا نكتب 2 مضروب A أس 2 B أس 2 4 توافيق الثلاثة إذا مضروب الأربعة على مضروب الثلاثة وأربعة ناقص ثلاثة بواحد راح نكتب هنا مضروب الواحد في A أس في A أس B أس ثلاثة بالأخير هنا أربعة توافيق الأربعة بتروح و A أس صفر بتروح كلها بواحد يبقى عندنا B أس أربعة بسطها الآن الحد الأول A أس أربعة أربعة مضروب على واحد مضروب في ثلاثة مضروب راح تساوي أربعة A أس ثلاثة B زائد أربعة مضروب على اثنين مضروب في اثنين مضروب راح تساوي بستة A تربيع B تربيع أربعة مضروب على ثلاثة مضروب في واحد مضروب يعطيني بأربعة A أس B أس ثلاثة وفي الأخير الحد الأخير هو B أس أربعة مثال أوجد مفكوك A ناقص B أس 4 باستخدام نظرية ذات الحدين إذا راح نبدأ بالتعويض في مجموع الK تبدأ من 0 إلى 4 4 توافيق الK A أس 4 ناقص K في سالب B أس K نبدأ الآن بعملية التعويض راح نبدأ نعوض بصفر إذا 4 توافيق الصفر A أس 4 زائد نبدأ نعوض بواحد إذا 4 توافيق الواحد A أس 3 سالب B زائد نعوض بالاثنين 4 توافيق الاثنين A تربيع سالب B تربيع زائد نعوض الآن بالثلاثة يصير 4 توافيق الثلاثة A سالب B أس 3 وفي الأخير بنعوض بالأربعة يكون 4 توافيق الأربعة سالب B أس 4 والA راح تكون 4 ناقص الأربعة بصفر إذا A أس 0 بواحد نبسطها بواحد إذا بتروح يبقى الحد الأول A أس 4 4 توافيق الواحد هي 4 مضروب على 1 مضروب و 4 ناقص 1 3 إذا هنكتب 3 مضروب 4 توافيق الاثنين هي 4 مضروب على 2 مضروب و 4 ناقص الاثنين راح تكون 2 مضروب 4 توافيق الثلاثة 4 مضروب على 3 مضروب و 4 ناقص 3 إذا 1 مضروب وهنا 4 توافيق الأربعة بواحد وسالب B أس 4 راح يديني موجب B أس 4 انبسطها الآن 4 مضروب على 1 مضروب 3 مضروب يعطيني بسالب 4 4 مضروب على 2 مضروب 2 مضروب يعطيني بستة وبالأخير 4 مضروب على 3 مضروب في 1 مضروب بسالب 4 إذا راح يكون الحل كالتالي A أس 4 ناقص 4 A أس 3 B زائد 6 A تربيع B تربيع ناقص 4 A B أس 3 زائد B أس 4 تدريب
أوجد مفكوك A زائد B أس 7 باستخدام نظرية ذات الحدين. نبدأ الآن نكتب الصيغة. مجموع الكي راح نبدأ بصفر وننتهي بالسبعة. إذا 7 توافيق الكي A أس 7 ناقص كي B أس كي. نبدأ الآن بعملية التعويض. هنبدأ نعوض بالصفر، بعد كذا بالواحد، الاثنين، ثلاثة، الأربعة، والخمسة، ستة، سبعة. الآن نبدأ نبسط كل جزء على حدة. 7 توافيق الصفر وبي الصفر كلها بتروح بواحد، يبقى A أس 7. 7 توافيق الواحد، إذن 7 مضروب على 1 مضروب، 7 ناقص 1، إذن هنا هنكتب 6 مضروب. 7 توافيق الاثنين، 7 مضروب في البسط، المقام 2 مضروب، و7 ناقص الاثنين 5 مضروب. 7 توافيق الثلاثة، 7 مضروب على 3 مضروب، 4 مضروب. 7 توافيق الأربعة، 7 مضروب على 4 مضروب، و7 ناقص 4 3 مضروب. 7 توافيق الخمسة، 7 مضروب على 5 مضروب، 7 ناقص 5 يعطيني 2 مضروب. 7 توافيق الستة، 7 مضروب على 6 مضروب، و7 ناقص 6 بواحد مضروب، و7 توافيق السبعة بواحد، و A الصفر أيضا بواحد، يبقى عندي فقط B أس 7. بسطها الآن. الحد الأول A أس 7، الحد الثاني 7 A أس 6 B، الحد الثالث 21 A أس 5 B تربيع، زائد 35 A أس 4 B أس 3، زائد 35 A 3 B أس 4، زائد 21 A أس 2 B أس 5، زائد 7 A B أس 6، وأخيرا B أس 7. الملاحظ هنا الA الأس عندها يبدأ بالتناقص، والB يبدأ بعملية الازدياد، وكلهم بمقدار واحد. مثال اختياري: في مفكوك ذات الحدين A زائد B أس N، مجموع أسي المقدارين A وB يساوي N زائد الاثنين، N زائد واحد، N أو N ناقص واحد. راح نقول مجموع أسي المقدارين A و B يساوي BN. إذن الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار C. ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ معاملات مفكوك A زائد B أس N باستخدام مثلث باسكال، وأيضا باستخدام التوافيق، وكانت التوافيق هي N توافيق R يساوي N مضروب على R مضروب، بعد كذا نطرح N من R مضروب. ومن خواص التوافيق N توافيق الـ N يساوي N توافيق الصفر كلها بتساوي بواحد، وأيضا N توافيق الواحد راح تساوي N توافيق N ناقصا واحد وكلها راح تساوي بN. وتعلمنا أيضا نظرية ذات الحدين: إذا كان N عددا طبيعيا فإن مفكوك A زائد B أس N راح يكون مجموع الK، راح نبدأ من صفر إلى N، N توافيق الK، A أس N ناقص K، B أس K. هنا N توافيق الK راح تكون N مضروب على K مضروب، بعد كذا نطرح الN من K مضروب. راح يكون الحدود كالتالي: الحد الأول A أس N زائد NA أس N ناقصا واحد في B، زائد N توافيق الاثنين A أس N ناقص الاثنين B تربيع، إلى أن نصل إلى الحد ما قبل الأخير N في A في B أس N ناقصا واحد، والحد الأخير راح يكون B أس N. تلاحظ هنا أن الـ A الأس عندها يبدأ بالتناقص، والـ B يبدأ بعملية الازدياد، وكلهم بمقدار واحد.
في نهاية هذا الدرس، أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.